اهلا بكم كل اخواتي واصدقائي ومتابعيني، اهلا بكم في فيديو ردة فعل الفنيات الاجنبيه. يا رب اكون مثال لعجبكم واحتمال دعمكم وتشجيعكم ليا دايما. ده ردة فعل يا جماعه، لازم تكون انت منتبه، لازم تكون منتبه وتخلي بالك جدا وانت ماشي في اي مكان. شايفين يا جماعه كوارث؟ لو انت مش واخد بالك كوارث هتحصل لك تقريبا. شايفين زي ما بقول عندنا في المرور، بقول لك احذر خطأ الغير. فده اخطاء الغير ممكن تتعدى لكوارث، فانت لازم تكون انت مخلي بالك من نفسك، وبالذات يا جماعه الناس اللي معاها اطفال. شايفين تكون عينك على الطفل 24 ساعه في ال 24 ساعه، طول ما الطفل موجود وانت مسؤول منه مسؤول عنه، لازم تكون دايما عينك عليه، ما بتفوتوش ابدا. حوادث وكوارث، شايفين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بس ثانية بتحصل الكارثة، بتحصل في ثانية، في جزء من الثانية، سبحان الله. انا يا جماعه محتاجين دعمكم ومحتاجين تشجيعكم، يا ريت يا جماعه تشجعونا بلايك وتقولنا رايكم في الفيديوهات. لو انت عايزين اي حاجه تانية ممكن نقدم لكم اللي انت عايزينه، وربنا يبارك في الجميع يا رب. سرعة رد الفعل والانتباه مهم جدا مع الأطفال بالذات. يعني هنبص للأطفال، محتاجين عين تكون مفتحة عليهم 24 ساعة، وربنا يحمي الجميع يا رب. شايفين؟ يا سبحان الله، تقريبا دي الحيوانات كلاب. كل ما حدش عارف حصل له ايه، اكل ايه ولا حصل ايه. لو الغريبة دخل رجعها ودخل والكلب تاني جه كده، محدش عارف احصل له. سبحان الله. مو منقذ الكلب، تبقى ماشي يومين لا عربية ومكنة ولا حاجة، وتلاقي عربية في وشك على طول، هتعمل ايه؟